موضوع جديد، ريجون جديده في الارياز اللي مكونه للهيد. هذه الريجون منطقه اسمها الاوربت، تتكون من بوني بارت وسوفت تيشو ستراكشرز. البوني اوربت هو عباره عن كافيتي، هذا الكافيتي بيراميدال ان شيب، لو ايبكس از دايركتد بوستيريورلي بداخل النورما فرونتاليز واسمها اوبتيك كانال. اما البيز بتاعته فكانت فتحه هذا البيراميدال شيبد اوبننج، البيراميدال شيبد ريجون او اللي اسمها اوربيتال اوبننج. الاوربيتال اوبننج كانت فتحه كوادرانجولار ان شيب لها اربعه لمس. اما بداخل الكافيتي البيراميدال ان شيب كان مقسوم باثنين سوتشرز واثنين فيشرز الى اربعه وولز، روف وفلور اللي هما سوبيريور وانفيريور وولز، ميديال وول ولاترال وول بهذا الشكل. فده روف وفلور، ميديال اند لاترال وول. ازاي احدد اقول ان ده ميديال وده لاترال؟ اقول ان التو فيشرز اللي ماسكين في بعض اللي هما السوبيريور اوربيتال فيشر والانفيريور اوربيتال فيشر كان الدايركشن بتاعهم اد ذا لاترال سايد. ديت كانت الوولز اللي بتكون الكافيتي اوف ذا اوربت. كل وول بيتكون من ايه؟ كان بيتكون من العظام الاتي. الميديال وول بيتكون من ثلاث عظمات. اللور بارت جزء من عظمه المجزيلا. الميدل بارت اللاكريمال بون، والابر بارت كان جزء من عظمه الاثمويد بون. ده بخصوص الميديال وول. اما بخصوص اللاترال وول كان بيتكون من جزئين. اللور بارت كان جزء من الزيجوماتيك بون، والابر بارت كان جزء من الجريتر وينج اوف سفينويد بون. طيب اما بخصوص الروف كان بيكون جزئين اثنين. الانتيريور بارت منه اللي هو ده كان هو الاوربيتال بليت اوف فرونتال بون، اما البوستيريور بارت اللي مباشره قاعده فوق الاوبتيك كانال فهي الليسر وينج اوف سفينويد بون. بخصوص الفلور فبيكون من جزئين، جزء ميديال وجزء لاترال. الجزء الميديال هو المجزيلا والجزء اللاترال هو الزيجوماتيك بون. دي كانت العظام المختلفه المكونه للوولز الاربعه اوف ذا بوني اوربت. دي كانت خصائص عامه بيسموها جنرال فيتشرز، الا ان هناك عدد اربعه ايضا سبيشال فيتشرز كانت بتميز البوني اوربت، وهي كانت تتمثل في الاتي. ادي المنظر العام بتاع الاوربت، ادي التو سوتشرز ودول التو فيشرز اللي هم السوبيريور والانفيريور اوربيتال فيشرز. الاربعه مظاهر خاصه اللي بتميز الكافيتي اوربت في هذه النقطه. النقطه ديت هي نقطه تقع على الروف. تقع في الروف اي جزء في الروف؟ في الانترولاترال بارت اوف ذا روف، ادي الروف اهو، هنجد فيه ديبريشن، راوند ديبريشن اسمه لاكريمال فوسا. هذه اللاكريم الفصة ربنا خلقها ديزايند لانها تكون السرير اللي قاعده فيه اللاكريم الجلال. دي اول مظهر خصوصي من مظاهر البوني اوربت. هناك مظاهر اخرى؟ ايوه، هناك اتنين قاعدين في الميديال وول. مين هم؟ اول واحده من فوق هو عباره عن فايبرو كارتليجنس بولي، يعني بكره غضروفيه ليفيه اسمها تروكليا، وهنعرف وظيفتها يعني ايه. وتروكليا يعني بكره. اما من تحت في الموست lower part هنجد فيوزيفورم ديبريسد اريا او جروف هيسموه لاكريمال جروف، واللاكريمال جروف قاعده فيه اللاكريمال ساك. لاحظ ان الروف في الانترولاترال بارت منه قاعد فيه لاكريمال فصه فيها لاكريمال جلاند، اما الميديال وول في الموست انتيريور بارت lower انتيريور بارت منه كانت قاعده اللاكريمال جروف اللي كان فيها اللاكريمال ساك. ادي ثلاث خصوصيات، مفيش خصوصيه اخرى؟ في خصوصيه رابعه، هي مين؟ هي عباره عن فايبرس رينج سراوند ذا اوبتيك كانال والميديال اند اوف ذا سوبيريور اند انفيريور اوربيتال فيشرز. هذه الفايبرس رينج بيسموها كومنتندينس رينج. ده كان الوول البوني اوربت. طب ماذا عن الكونتينس اوف ذا اوربت؟ الاوربت اهم كونتنت فيها هو الاي بول والستراكشرز اللي ريليتد ليه تتمثل فيه. ماسلز، ماسلز بره العين اسمه اكسترا اوكولار ماسلز، ده غير الماسلز الثانيه اللي جوه العين. مجموعه من النيرفز تتولى تغذيه الستراكشرز اللي داخل الاوربت، الستراكشرز اللي فيها الماسلز والفيزلز والاي بول والفاشيا وكله.
مجموعه بلود فيزلز بتشمل الاوبتيك الاوفسالميك ارتري والاوفسالميك فينز، ثم مجموعه ليجامنتس وشويه فات قاعده فيهم هذه الاستراكشرز. هنبتدي نناقشهم واحده واحده. الاي بول ديت هيستولوجيكال استراكشر بيدرس مع تخصص الفسيولوجي. اما الان موضوعاتنا اللي هنتكلم فيها في الاوربت فتشمل الاتي: الاكسترا اوكلر ماسلز، دي البدايه بتاعتنا. نشوف الاكسترا اوكلر ماسلز، هناخد الاوريجن بتاعها ثم الانسيرشن في النيرف سبلاي في الاكشن. الاكسترا اوكلر ماسلز كان عددهم 6، 4 منهم عضلات مستقيمه سموها الريكتاي جمع ريكتاس، واثنين منهم معوجين ميلين يسموا الاوبليك. الاربعه ريكتاي، واحده سوبيريور وانفيريور وميديال ولاترال ريكتاي جمع ريكتاس، اما الاثنين اوبليك فكانت واحده سوبيريور والاخرى كانت انفيريور. دول الست عضلات اللي ماسكين مباشره في الاي بول من بره. طب في عضله اخرى قاعده في الاوربت بس مش ماسكه في الاي بول، اسمها ليفيتور بالبيبري سوبيريورس، واضح من اسمها هي رافعه الجفن العلوي، متصله فقط بالجفن العلوي في الابر ايليد، لكنها ليس لها علاقه، مش عامله اتاتشمنت مع الاي بول. ده كان منظر سريع للاوربت زي ما احنا عارفين. ادي الاوبتيك كانال، الكومنتندينس رينج، التو فيشرز السوبيريور والانفير اوربيتال فيشرز، وبعض من الخصوصيات زي التروكليا واللاكريمال جروف. نشوف عندنا الاوريجن بتاع هذه الماسلز جايه منين. هنقول ان الاوريجن بتاع الاربعه ريكتاي اللي هم السوبيريور والانفير والميديال واللاترال كانوا خارجين من الكومنتندينس رينج. ازاي؟ السوبيريور ريكتاس خارجه من الابر بارت اوف ذا رينج، الانفير ريكتاس من اللور بارت اوف ذا رينج، الميديال ريكتاس من الميديال بارت اوف ذا رينج. امال اللاترال ريكتاس دي خارجه من اللاترال بارت اوف ذا رينج بس خارجه بتو هيدز. ده كان الاوريجن بتوع الاربعه ريكتاي. طب ماذا عن الاثنين اوبليك؟ ادي عندي واحده سوبيريور وواحده انفيريور، واضح من السوبيريور اسمها تطلع من السوبيريور وول يعني من الروف، والانفيريور من الانفيريور وول يعني من الفلور. طب السوبير اوبليك طالعه من الروف، طالعه من البوستيريور بارت اوف ذا روف، ودي بتبتدي تعمل عملت ايه؟ دي دخلت في التروكليا وانعوجت وراحت على الانسرشن بتاعها اللي هنتكلم عنه بعد شويه، علشان كده سموها اوبليك، لانها دخلت في هذه التروكليا وراح جاي رد مره ثانيه باكوردز علشان تحط الانسرشن بتاعها في المكان اللي هنقوله بعد شويه. طب العضله الثانيه اللي اسمها انفيري اوبليك فدي واخده من الفلور اوف ذا اوربت مباشره انتيرو لاترال تو ذا لاكريمال جروف ورايحه ناحيه الانسرشن. فين الانسرشن بتاعهم؟ هتشوفه في الشريحه الجايه بالاضافه الى الكلام على الليفيتور بالبيبري سوبريوريس. تعالوا نشوف الانسرشن اوف ذا اكسترا اوكولار ماسلز. ده الاوربت، دي الاي بول، ده المنطقه السمر دي اسمها البيوبل. البيوبل عباره عن فتحه في داخل الازرق ده اللي هو الايريس القزحيه، والبيوبل ده هو انسان العين. امال ايه البياض ده؟ البياض ديت اريا كوت من الفايبرس تيشو يحيط بالاي بول اسمه سكليرا، اسمها سكليرا. اتصال الكورنيا، الكورنيا هي عباره عن الغشاء الشفاف المحيط او اللي يغطي الايريس القزحيه من الامام. اختصال الكورنيا مع السكليرا يعني الغطاء الشفاف اللي مش باين هنا لانه شفاف مع السكليرا البيضاء هو عباره عن دايره بيسموها الدايره، دايره او الليمبس. تعالوا نشوف الانسرشن. السوبير اوبليك راحت فين؟ ماسكه في السكليرا. فين في السكليرا؟ بيهايند ذا كورنيو سكليرال جانكشن. ادي الكورنيو سكليرال جانكشن اهي اللي هي الليمبس، ورا منها بمسافه، هنتكلم على المسافات دي دلوقتي. الانسرشن اوف ذا انفيريور ريكتاس ايضا انتو ذا سكليرا. فين في السكليرا؟ بيهايند ذا كورنيو سكليرال جانكشن. الميديال ريكتاس في الانسرشن بتاعها في السكليرا اللي هي سكليرا يعني صلبة العين. فين؟ بالظبط في بيهايند ذا كورنيو سكليرال جانكشن. طب اللاتر ريكتاس في المراسين، الانسرشن بتاعها المره دي كانت بايه؟ كانت بتندون واحد، راحت حاطط انسرشن ايضا في السكليرا بيهايند ذا كورنيو سكليرال جانكشن. بقد ايه؟ تتفاوت النسب ما بين 5.5 سم الى 7.5 سم من الكورنيو سكليرال جانكشن لكل من هذه الاربعه ريكتاي ماسل. ده الانسرشن اوف ذا فور ريكتاي. طب ماذا عن الانسرشن اوف ذا اوبليك ماسل؟ ادي السوبيريور اوبليك اللي كانت اخد اوريجن من شويه، بصوا الانسرشن رايح فين؟ ده طلع من التروكليا ومشي يحط الانسرشن بتاعه في السكليرا في المسافه الفاصله بين السوبيريور ريكتاس واللاترال ريكتاس، يعني في اللاترال سايد اوف ذا سكليرا بين العضلتين دول السوبيريور واللاترال ريكتاس. طيب ماذا عن
الانفيرير اوبليك. الانفيرير اوبليك اللي كانت اخذت الاورجن بتاعها من الفلور اوف ذا اوربت حطت الانسيرشن بتاعها في اللاترال سايد اوف ذا سكليرا، بس كانت ماشيه تحت مين؟ تحت الانفيرير اوبليك، وحطت الانسيرشن بين اللاترال ريكتس والانفيرير ريكتس. دي كانت الاتاتشمنت الاورجن والانسيرشن بتاع الست عضلات اللي بيشكلوا الاكسترا اوكولار ماسل. امال العضله السابعه اللي هي مين؟ اللي هي الليفيتور بالبيبري سيبيروس، هنخليها لوحدها. لما نيجي نتكلم على النيرف سبلاي بتاع الست عضلات ديت هنقول ايه؟ هنقول ان الست عضلات اللي هم الاربعه ريكتاي والاثنين اوبليك هياخدوا من الاوكيلوموتور نيرف اللي هو السيرد كرينيال نيرف ما عدا اتنين، ما عدا اس او 4. اس يعني سوبيريور، او يعني اوبليك، تاخد من 4 يعني تاخد من الفورس كرينيال. اذا السوبيريور اوبليك هتاخد من الفورس كرينيال نيرف اللي اسمه التروكليار نيرف. العضله الثانيه ال ار 6 اللي هي لاترال ريكتس، اللاترال ريكتس هتاخد من العصب الكرينيال رقم 6 اللي اسمه ابديوسنت نيرف. اذا السوبيريور اوبليك واللاترال ريكتس هما الاستثناء، والباقي العضلات كلها تاخد منين؟ هتاخد من الاوكيلوموتور نيرف. طيب ماذا عن الاكشن؟ الاكشن كل واحده هتجيب الاي بول في الاتجاه بتاعها. الميديال ريكتس هتشد الاي بول ميديال، اللاترال ريكتس هتشد الاي بول لاترال. طب السوبيريور ريكتس هتشد الاي بول ابوردز، والانفير ريكتس هتشد الاي بول داون ووردز، بس الاثنين ريكتاي اللي فوق دول هيجيبوا ابوردز اند الانسايد يعني ادكشن. يعني اذا السوبيريور اوبليك سوبيريور ريكتس هتجيب الاي بول ابوردز اند ميديالي، والانفير ريكتس هتجيب الاي بول داون ووردز اند ايضا ميديالي. امال ماذا عن الاوبليك؟ الاوبليك الاثنين اوبليك هيجيبوا العين لاترالي، لكن السوبيريور لانها اوبليك في الاكشن بتاعها معوج زيها، فالسوبيريور هيجيب العين، هيجيب الاي بول لاترالي اند داون ووردز عكس اسمها. يعني دي العضله اللي الطلبه بتغش بيها في الامتحان، تحرك عينيها تبص لكتفها علشان تشوف زملائها بيكتبوا ايه من غير ما تهز راسها. طب الانفيرير اوبليك هي العضله دي هتجيب العين داون ووردز، هتجيب العين عفوا ابورس بس لاترالي، ابورس اند لاترالي يعني وانا مثبت راسي بحرك عيني ناحيه الزاويه الابر لاترال وبص على حاجه معانا فوق، مش عايز ابص، مش عايز احرك راسي. يعني زي مثلا واحد صاحبي واقف في بلكونه الدور الثاني وانا ماشي في الشارع ببص له بجنب عيني من فوق من غير ما احرك راسي عشان مش عايز اخليه يشوفني. ده الاكشن اوف ذا ماسلز اكسترا اوكلر ماسلز اللي ماسكه في الاي بول. طيب ماذا عن المصل السبعه اللي اسمها ليفيتور بالبيبري سوبيريوريس؟ هتبان من خلال السكشن اللي جاي ده. ده الكافيرنس ساينس اللي حكينا عليه من قبل كده مع الكونتنتس اوف ذا كرينيال كافيتي. قدام منه مباشره هنجد فيه عند فيشر، الفيشر ده يسموه اوربيتال فيشر. قدام الاوربيتال فيشر هنجد فيه عند الكومن تندينس رينج. ثم ارسم الروف والفلور اوف ذا اوربت بشكل تخيلي هذا الشكل. ده الروف وده الفلور. اذا الاي بول قاعده في هذا المكان. الاي بول، الاي بول مش واخده كل الاوربت، الشق الامامي ده الفتحه دي بيسموها بالبيبرال فيشر، قاعد فيها من فوق الاي ليد. الاي ليد عباره عن ستراكشر مكون من شويه حاجات، مكون من سكن ماسك فيه الاي لاشز الرموش، رموش، ثم الترسس، الترسس اللي هو الفايبرس سكيلتون اوف ذا اي ليد، ده عباره عن فايبرس ممبرين يبطن الاي ليد وعامل زي الايه؟ زي ساعات البنات بيلبسوا فساتين ويحطوا لها من تحت حاجه زي ايه؟ سبورت كده، حاجه كرتونيه عشان تخليها منفوشه او مشدوده، مش عارف اسمها، بيحطوها في الاكتاف السلبته ولا ايه؟ حاجه كده بتخلي التشو او القماش مشدود. فالترسس هو عباره عن فايبرس سكيلتون، هو بيخلي للاي ليد القوه والمتانه بتاعته، ومبطن من الداخل بممبرين فاسكولار ممبرين بيسموه كونجنكتيفا او ملتحمه العين. الليفيتور بالبيبري سيبيريوريس رافعه الجفن العلويه. جايه منين؟ جايه من الروف اوف ذا اوربت، من المنطقه اللي قدام الاوبتيك كانال، وتتسحب من تحت الروف اوف ذا اوربت كموس سوبرفيشال استراكشر. ماشي؟ هل الانسرشن بتاعها هيتفرع لثلاث فروع؟ كل فرع يروح واحد من الاستراكشرين، واحد يروح للايلد، سليب للايلد، وسليب للترسس، وسليب للكونجنكتيفا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده دلوقتي.
ده كان الاتاتشمنت اوف ذا ليفيتور بالبيبري سوبر. عايز اقول ان الديب بارت اوف ذا ماسل هو جزء يخضع للانرفيشن بتاعه بسمباثيك نيرفس سيستم واسمها مولر ذا ماسل. النيرف سبلاي بتاعها اوتونوميك سمباثيك، فبتشتغل طول ما احنا صاحيين ومستريحه يعني بوظيفتها الطبيعيه. لما بيحصل اجهاد للسمباثيك تبتدي العضله دي بتشتغل بقى بالسوماتيك نيرف سبلاي بتاعها. مين السوماتيك نيرف سبلاي بتاعها؟ هو العصب اللي اسمه الاوكولوموتور نيرف. كانت دي بارت اوف هذه المسل اسمه مولر ذا ماسل. طيب في اباريتاس تاني ملحق بالاوربت اسمه لاكريمال اباريتاس، دي نورما فرونتاليز ودي كانت منطقه الاوربت. اللاكريمال اباريتاس، اباريتاس يعني سيستم، والسيستم عندنا في الاناتومي هو عباره عن مصطلح يرمز الى عدد من الاورجانز تختلف شكليا وتتشابه وظيفيا. مين هي هذه الاورجانز؟ الاولا كانوا في تو جلاندز، التو جلاندز كل واحده اسمها لاكريمال جلاند. اللاكريمال جلاند لها تو بارت، اوربيتال بارت وبالبيبرال بارت. اوربيتال بارت اللي حكينا عليه من شويه ده اللي قاعد في اللاكريمال فوسا اللي كانت توجد في الانترولاترال بارت اوف ذا روف، ده الاوربيتال بارت. اما البالبيبرال بارت كان مدفون في قلب الابر اي ليد. طيب ادي اول اورجن، الاثنين شكل بعض. طب في اورجن ثاني عباره عن عدد من الدكتس، الدكتس الصغيره مش باينه لانها بتفتح مباشره في الكونجنكتيفال ساك. ايه الكونجنكتيفال ساك؟ لما بنقفل العين المسافه بين الكونجنكتيفا من فوق والكونجنكتيفا من تحت بتعمل لي كلوز ذا سبيس لما العين تكون مقفوله، اسمه كونجنكتيفال ساك. هتفتح فيها اللاكريمال جلاند بماينيوت دكتس يبلغ عددها من 10 الى 12 ويسموها لاكريمال دكتس. هتصب السكريشن بتاعها وتعمل فلاريشنج، هتغسل الكونجنكتيفال ساك، تغسل العين. ثم يتجمع السكريشن في نقطتين اثنين، كل نقطه توجد على الميديال سايد اوف ذا ابر ايليد والميديال سايد اوف ذا لور ايليد على ناحيتين اثنين اسمها لاكريمال بانكتاي. لاكريمال بانكتاي كل بانكتم عباره عن فتحه صغيره خالص مقفوله بفالف هتؤدي الى سمول كانال. سمول كانال يعني تصغير كانال، فيقولوا عليها كاناليكولاس. فانا عندي واحده من فوق وعندي من واحده من تحت في كل اوربت. التو كاناليكولاي يتجمعوا مع بعض فين؟ عند الميديال انجل اوف ذا اوربت، الميديال سايد اوف ذا اوربت، حيثما توجد اللاكريمال ساك اللي كان اوكيوبايد لقاعده ومحتليه اللاكريمال جروف اللي كان بيوجد على الانتيريور بارت لور انتيريور بارت اوف ذا ميديال اوف ذا اوربت. من اللاكريمال ساك هتطلع تو سمول داكتس هيشيلوا السكريشن اوف ذا لاكريمال جلاند ويوصلوها لحد الانفيريور ميتاس اوف ذا نيزال كافيتي. بهذا الشكل السكريشن بتاعنا هيطلع ايه على النوز. نورمالي اللاكريمال ابيتاس المكون من الجلاند والدكت سيستم اللي السكريشن اللي طالع منه اللي اسمها لاكريمال سكريشن او التيرز، هذه الدموع بتنتج بكميه يوميا بحيث تعمل فلارشنج ل الكونجنكتيفال ساك ويحصل لها ايفابوريشن من غير ما احنا نحس بيها. ده كان نبذه سريعه عن اللاكريمال ابريتس. جزء تاني من الكونتنتس اوف ذا اوربت هي النيرفس او النيرفس كونتنتس اوف ذا اوربت. تشمل النيرفس اوف ذا اوربت الاقسام الاتيه: موتور نيرفس. والموتور نيرفس كانوا عباره عن ثلاثه: الاوكيلوموتور اللي هو السيرد كرينيال، التروكليير اللي هو الفورس كرينيال، والابديوسنت اللي هو السكس كرينيال. هذه الثلاث ثري نيرفز كانت بتغذي الديفرنت اكسترا اوكيلار ماسلز. طيب السنسوري نيرفز هنقسمها نوعين اثنين: جنرال سنسوري وسبيشال سنسوري. الجنرال سنسوري كان المسؤول عن تغذيه الاوربت، كان هو الاوفسالميك نيرف احد ثلاثه ديفيجنز of the trigeminal nerve اللي هو الفيفث كرينيال. اما السبيشال سنسوري فكان النيرف الشهير اللي هو اللي اسمه الاوبتيك نيرف العصب البصري. هنبتدي ناخدهم واحد واحد النيرفز اوف ذا اوربت. هنبتدي اولا ب الاوفسالميك نيرف اللي هو الجنرال سنسوري نيرف.
في قطاع احنا هنبص عبر الروف اوف ذا اوربت بعد ما نشيله، يعني نشيل البوني بارت اوف ذا روف اوف ذا اوربت وهنبص على الاي اوربت من فوق، هنلاقي دي كافيرنس ساينس، امام منه السوبيريور اوربيتال فيشر، امام منه الكومنتندينس رينج اللي كانت بتحيط بالاوبتيك كانال من هنا وبالميديال اند اوف ذا سوبيريور اوربيتال فيشر من الناحيه الثانيه. طيب ده الميديال وول اوف ذا اوربت ماشي معدود ماشي ستريت، اما اللاترال وول اوف ذا اوربت فكان ديفييتد شويه تو ذا لاترال سايد، وبسبب هذا الديفيشن كانت السوبيريور السوبيريور ريكتس ماسل لما تيجي تعمل الكونتراكشن بتاعها كانت بتعمل اليفيشن اوف ذا اي بول، وفي نفس الوقت تعمل شويه ادكشن، يعني ات برينجز ذا اي بول ميديالي بسبب ان اللونج اكسس اوف ذا اوربت از ديفييتد لاترالي. طيب ات ذا لاترال سايد اوف ذا اوربت احنا شلنا من هنا البوني الروف، كانت قاعده اللاكريمال جلاند في الموست انترو لاترال بارت اوف ذا روف في اللاكريمال فوس. طيب دي الاي بول ماسك فيها عدد من دلوقتي بعمل ايه؟ انا برسم توبوغرافيا المنطقه اللي هبين عليها الكورس والبيجيننج والترمينيشن اوف ذا اوبثالميك نيرف. ماسكه في الاي بول من الميديال سايد العضله اللي اسمها ميديال ريكتس زي ما احنا قلنا قبل كده، طالعه من الكومنتندينس رينج وماسكه في الاي بول عند الكورنيوس كلينر جنكشن بشويه. طيب من على اللاترال سايد كانت ماسكه طلع اللاترال ريكتس من نفس النقطه من على اللي كانت لها اتنين هيدز وكانت حاطه في الكورنيوس بيهايند ذا كورنيوس كلينر جنكشن. من تحت خالص كانت في عندي الانفيريور ريكتس ومن فوق مغطيهم الليفيتور بالبيبري سوبريوريس، ومن الملاحظ ان العضله دي ملهاش علاقه بالاي بول، دي بتعدي على الاي بول من فوق ورايحه حتى الانسرشن بتاعها زي ما احنا قلنا في ثلاث اماكن في الاي ليد والترسس والكونجنكتيفا. طيب دي الارضيه اللي احنا هنبني عليها مسار ال اوفسالميك نيرف. الاوبتيك نيرف كان دخل من الفيش دخل من الاوبتيك كانال وبالكومنتندينس رينج وراح للاي بول، ده سنسوري نيرف وسبيشال سنسوري وهيتاخد مع النيورو اناتومي. كان في شريان له علاقه وثيقه بالاوبتيك نيرف جاي من على اللاترال سايد ومعدي عليه سوبرفيشالي ثم راح مشي من على الميديال سايد بتاعه اسمه اوفسالميك ارتري. ديت هي الارضيه بتاعتي. انا عاوز احدد اقول فين اللاترال وول، اللاترال وول مكتوب ده لاترال وول بس مين كان المؤشر اللي قال لي ان ده لاترال وول؟ هي اللاكريمال جلاند. اللاكريمال جلاند من الرسمه ديت مؤشر بيقول ان هذا الاتجاه هو اللاترال دايركشن، يبقى عكسه الناحيه الثانيه الميديال دايركشن. مفيش حاجه ثانيه تقول لي ان ده لاترال. السوبيريور اوربيتال فيشر الايبكس بتاعته متجهه لاترالي، والكلام ده قلناه قبل كده مع البوني اوربت. اذا هذه هي طبوغرافيا الارض اللي هيتحرك عليها الاوفسالميك نيرف. الاوفسالميك نيرف مين هو؟ ده اول ديفيجن جاي من الترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف اللي هو الفيف سكرينيال نيرف هيتفرع لثلاث فروع، اول فرع فيهم والموست سوبيريور هو الاوفسالميك نيرف. هنا الكرينيال كافيتي الميدل كرينيال فوسا، هيغادر الميدل كرينيال فوسا يدخل مباشرة في الكافيرنس ساينس، هيمشي في قلب اللاترال وول اوف ذا كافيرنس ساينس از وان اوف ذا ايه استراكشر اللي امبيدد في اللاترال وول. الكافيرنس ساينس كان فيه اربع استراكشرز او اربع نيرفز ماشيه في اللاترال وول، الاوكلوموتر من فوق خالص، تحتيه التروكلير، تحتيه الاوبسالميك، تحتيه الماكسيلري. اذا رقم ثلاثه من فوق او رقم اثنين من تحت. يغادر الكافيرنس ساينس هيدخل للسوبيريور اوربيتال فيشر وهينتهي عند السوبيريور اوربيتال فيشر بانه يتفرع لثلاث فروع، واحد ميديال، واحد انترميديات، وواحد لاترال. البرانشال ميديال اللي اسمه نيزوسيلياري نيرف. النيزوسيلياري نيرف هو الميديال برانش اوف ذا اوفسالميك نيرف. دخل من هنا زي ما احنا شايفين من السوبيريور اوربيتال فيشر للكومنتندينس رينج ومشي مسار كان مصاحب للاوبسالميك ارتري، يعني جاي من عند الاوبتيك نيرف من اللاترال سايد لسوبرفيشال للميديال سايد، بس جاي من موست لاترال لموست ميديال بحيث الارتري تبقى على جنوبه الداخليه. ده النيزو سيلياري نيرف،
ده البرانش الاولاني من على الميديال سايد وهو في الحجم انترميديت ان بوزيشن. طيب البرانش الثاني اللي هو الاكبر ان سايز اللي اسمه الفرونتال نيرف، ده انترميديت ان بوزيشن. انترميديت ان بوزيشن زي ما احنا شايفين طلع من الاوبسالميك نيرف وهو في السبيل اوربيتال فيشر ومشي مباشره فوق الفيتور بالبيبري سوبريوريس، وهذا البرانش اللي هو الفرونتال برانش هو الموست سوبرفيشال ستراكشر اوف ذا كونتينتس اوف ذا اوربت، مباشره تحت البوني روف، يعني لما نشيل عظم الروف هنجد مباشره قاعد تحتيه الفرونتال برانش. الفرونتال برانش ده بيتفرع لفرعين اثنين، واحد على الميديال سايد اسمه سوبرا تروكليار والتاني على اللاترال سايد اسمه سوبرا اوربيتال، والاثنين دول لو نتذكر كانوا من نيرف سبلاي اوف ذا فيس اند سكالب. السوبرا تروكليار كان بيدي الميديال وان ثيرد اوف ذا ابر اي ليد، والسوبرا اوربيتال الانترميديت او الميدل ثيرد اوف ذا ابر اي ليد، ويطلعوا من منطقه الاي ليد يطلعوا يغذوا منطقه الفور هيد والسكال. النيرف الثالث اللي هو اللاترال، وده الصغير خالص في الحجم، ده اصغر واحد في الحجم، اصغرهم في الحجم وبيمشي على اللاترال سايد، ماشي على اللاترال سايد اوف ذا اي بول. ماشي ازاي؟ ماشي من السبيل اوربيتال فيشر فوق اللاترال ريكتس اباف ذا لاترال بول، واتجه مباشره لللاكريمال جلاند، هناك هيتفرع لفرعين اثنين، جلاندولار برانش للجلاند وبالبيبرال برانش. هذا البالبيبرال برانش كان بيغذي اللاترال 1 ثيرد اوف ذا ابر اي ليد. طيب ده كانت البرانشز اوف ذا اوف سالمك نيرف. طب ناخد اكبر واحد فيهم اللي هو النيزو سيلياري نيرف. النيزو سيلياري نيرف عايزين نتكلم على البيجيننج والكورس والريليشنز بتاعته، الاند، ثم الديستريبيوشن او الفاين برانشز. كافيرنس ساينس قدام منه السبير اوربيتال فيشر. طب هل يا ترى اقدر من خلال الرسمه ديت ومن غير اي بيانات ثانيه احدد اللاترال دايركشن؟ ايوه، السبير اوربيتال فيشر الابيكس بتاعته متجهه الى اللاترال دايركشن. طيب قدام منه مين؟ قدام منه الكومنتين دينس رينج. طب فين عندي ده الميديال وول؟ فين اللاترال وول؟ طيب اهو، ثم ادي عندي الميديال ريكتس. انا شلت من هنا اللاترال وول لان النيزوفيليار نيرف ماشي على الميديال سايد، فبالتالي مالوش فيش داعي لان انا ارسم اللاترال وول. طيب المصل دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها الانفيريور ريكتس، وكان فوق منها قاعد الاوبتيك نيرف. ده الاوبسالميك نيرف الكبير بتاعنا، والبرانش اللي طالع منه اسم النيزوفيليري. راقبوا كده من خلال هذا المسار ازاي ماشي من السبير اوربيتال فيشر على الكومنتين دينس رينج على اللاترال سايد اوف ذا اوبتيك نيرف، ثم يروح على الميديال سايد ويروح يتوزع. طيب ماشي نفس الكورس اللي حكينا عليه. البرانش اللي خارجه منه، اول برانش كان اسمه انتيريور اثمويدال برانش، خرج من النيزوفيليري من قدام خالص، اخترق فتحه اسمها انتيرو اسمودال فورمن، طلع من هذه الفتحه على الكرينيال كافيتي في الانتيرو كرينيال فوسه، هيجد فيه عندي هنا هو الكربيريفورم بليت اوف اسمويد بون والكريستا جلي، فيه فتحه قدام الكريستا جلي هينزل منها على روف اوف ذا نوز، ومن هنا هيتفرع لفرعين اثنين، انترنال نيزل يغذي النيزل كافيتي واكسترنال نيزل هيغذي مين؟ هيغذي السكن اللي قاعد في الفرونت اوف ذا نوز مباشرة على الكارتليجينس بارت. ده اسمه انتيريور اثمويدال نيرف، واحد من التو تيرمينال برانش، واحد من التيرمينال برانشز اوف ذا نيزوسيلياري نيرف. البرانش الثاني اسمه بوستيريور اوسمويدال، هيخترق الميديال وول، يعني هيخترق البوستيريور اوسمويدال فورامن ويروح يغذي الاسفينويدال والاثمويدال اير ساينس. البوستيريور اوسمويدال مع الاسفينويدال. البرانش الثالث واحد او اثنين اسمه لونج سيلري، في هذا المكان مش باين في الرسمه ديت، اللونج سيلري بيخترق الاسكليرا ويغذيها مباشره، ثم في سمول جانجلونيك برانش هيروح ل السيلياري جانجل. اللونج سيلياري نيرف خرج من هنا لكن مش متلون في هذه الصوره. دي كانت نهايه نيزو سيلياري نيرف، النيرف اللي اسمه انفرا تروكليار نيرف اللي كان هيغذي
السكن اللي على البوني بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نوز. اذا هذه هي التقسيمه العامه او البرانشز العامه للنيزوسيلياري نيرف. اما الاوفسالميك ارتري فده كان الميجور بلاد سبلاي تو ذا ستراكشرز اوف ذا اوربت. الاوفسالميك ارتري لما نيجي نتكلم عليه على الاوريجين اللي هو البيجنينج، الكورس والريليشنز والبرانشز اوف ذا اوفسالميك ارتري. الرسمة المعروفة الكومنتندينوس رينج كان هنا الكافيرنس ساينس، ده الميديال وول اوف ذا اوربت، وكان من هنا اللاترال وول اوف ذا اوربت. انا شلت الكافيرنس ساينس وشلت السوبيريو اوربيتال فيشر، هنا الكومنتندينوس رينج اللي كانت مغطية الاوبتيك كانال من هنا والميديال اند اوف ذا سوبيريو اوربيتال فيشر من هنا، شلتهم في الرسمة دي ما لهمش علاقة عندي بالاوفسالميك ارتري. ليه؟ هنشوف دلوقتي. الاي بول واللاكريمال جلاند، اللاكريمال جلاند مؤشر ان هذا الاتجاه هو اللاترال سايد. ادي الميديال ريكتس ماسل في الاتجاه المعاكس لللاكريمال جلاند، ومن هنا اللاترال ريكتس ماسل. طيب دي الانفيريور ريكتس، والنيرف اللي داخل من الاوبتيك كانال في قلب الكومنتندينوس رينج مباشره على الاي بول، ده الاوبتيك نيرف. الاوفسالميك ارتري جاي ازاي؟ ادي الارض اللي هرسم عليها الاوفسالميك ارتري وهو بيتحرك. الاوفسالميك ارتري وان اوف ذا بيجست برانشز اللي طالع من الانترنال كاروتيد ارتري بعد ما غادر الكافيرنس ساينس. ده الانترنال كاروتيد ارتري ساب الكافيرنس ساينس، هيطلع منه من هنا الاوفسالميك ارتري. الاوفسالميك ارتري هيدخل للكومن للاوبتيك كانال للكومنتندينوس رينج. طيب دخل من هنا الاوفسالميك ارتري، اوبتيك كانال مش راسمها، ودخل منها على الكومنتندينوس رينج، هيعمل العلاقه الثلاثيه الشهيره مع الاوبتيك نيرف. هناك عدد من الاستراكشرز ان ذا هيد اند نيك يعمل علاقات ثلاثيه مع نيرفس، زي مين؟ زي الاوبسالميك ارتري، والباقي هيجي ذكره في مكانه. الاوبسالميك ارتري طلع من الانترنال كاروتيد بعد ما غادر الكافيرنس ساينس على الاوبتيك كانال، ومن الاوبتيك كانال طلع على الكومنتندينوس رينج، ومن الكومنتندينوس رينج هتبتدي العلاقه الثلاثيه من لاترال لسوبرفيشال لميديال سايدز اوف ذا اوبتيك نيرف، واخيرا يعدي على الميديال ريكتس بهذا الشكل. يبقى ديت العلاقة الثلاثية للأوفسالميك أرتري مع الأوبتيك نيرف بعد ما عدى الكومنتندينوس رينج. طيب ماذا عن البرانشز أوف ذا أوفسالميك أرتري؟ الأوفسالميك أرتري البرانشز بتاعته تحمل مصطلحات التشريح، سنترال وميديال ولاترال وأنتيريور وبوستيريور وجلاندولار. تعالوا نشوف الكلام ده. أول أرتري طالع منه طالع من اللاترال سايد من بدايته على طول، ماشي على اللاترال سايد. انا ليه قلت ده اللاترال سايد؟ لان هنا اللاكريمال جلاند، فيسموا الارتري ده لاكريمال ارتري. طيب ده اول ارتري. الارتري الثاني لاحظوا معايا كده، الارتري الثاني ده كان شايل اسم جلاندولار هو اللاكريمال. الارتري اللي بعد كده طالع من اللاكريمال ورايح للابر ايليد واسمه لاترال بالبيبرال ارتري، يبقى شايل مصطلح اسم لاترال. الارتر اللي بعد كده مشي جوه السبستانس اوف ذا اوبتيك نيرف وراح يغذي منطقه الريتنا والاوبتيك نيرف، اسمه سنترال ارتري اوف ذا ريتنا، سنترال ريتينال ارتري. هنا السؤال الافتراضي الشهير اللي بيقول مين النيرف اللي افتراضيا لو قطعته في ليفنج انديفيديوال ويخر دم؟ يخر دم هو الاوبتيك نيرف، واحد من اثنين او ثلاثه نيرفس في جسم الانسان ماشي بداخلهم ارتري. هنا ادي السنترال ريتينال ارتري ماشي جوه السبستانس اوف ذا اوبتيك نيرف، واحد من الاند ارتريز اللي لو اتسد لا قدر الله بيعمل مشاكل كبيره في الابصار. ده شال اسم سنترال، والسنترال ده مصطلح اناتوميكال تيرم. مفيش برانشز ثانيه؟ في برانشز ثانيه انتيريور وبوستيريور. ادي عند انتيريور سيلري وبوستيريور سيلري رايحين يغذوا الاي بول باختراقهم للسكليرا. بعد كده في عند انتيريور اسمويدال وبوستيريور اسمويدال، دي مصطلحات تشريحيه، انتيريور وبوستيريور بس المره دي اسمويدال، قبل كده كان انتيريور وبوستيريور بس المره اللي فاتت كانت سيلري. هيخترق الانتيريور اسمويدال فورامن والبوستيريور اسمويدال فورامن ويروحوا يغزوا الاسمويدال اير ساينسز.
والسفينودال ايرث ساينس معاها. طيب ايضا هيطلع الميديال بالبيبرال برانش من الكونتينيويشن اوف ذا اوفثالميك ارتري. يبقى الميديال بالبيبرال واللاترال بالبيبرال، الميديال من الاوفثالميك واللاترال من اللاكرمال من الاوفثالميك ارتريز. طيب وكمان في عندي سوبرا اوربيتال ارتري، واخيرا هنجد السوبرا تروكلير ارتري. من الملاحظ ان مسميات البرانشز اوف ذا اوفثالميك ارتري كلها تحمل مصطلحات الانتوميكال تير، اثنين سوبرا واحد تروكلير واحد اوربيتال، اثنين بالبيبرال واحد ميديال واحد لاترال، اثنين انتيريور وبوستيريور اسمويدال، اثنين انتيريور وبوستيريور سيلاري، واحد سنترال، واخيرا الباقي هو الجلاندولار لاكرمال. كل تحمل اسماء مصطلحات التشريح، وده واحد من الارتريز الكبيره اللي ماشيه تورشوس كورس ان ذا هيد اند نيك. طيب نشوف الكورس والريليشنز والبرانشز اوف ذا موتور نيرف سبلاي اوف ذا اكسترا اوكولار ماسلز. انا عندي الاوكيلوموتور نيرف اللي هو السيرد كرينيال نيرف، هنشوف قصته ايه. كافيرنس ساينس اهو. طب لو فرضنا سنت ستراكشر قدامه لازم يكون الا سوبيريور اوربيتال فيشر، ستراكشر طلع قدامه لابد ان يكون الكومن تندينس رينج، ثم نرسم بعد كده الاي بول، واخيرا هنرسم الاستراكشرز اللي قاعده جوه الاوربت، سوبيريور ريكتس ثم من تحت inferior rectus، ثم من جوه كانت الميديال rectus، من تحت من هنا كانت الانفيريور اوبليك ماسل. الاوكيلوموتور نيرف كل من الاوكيلوموتور اللي هو الثالث، ثالث كرينيال اقصد، والتروكلير اللي هو الرابع كرينيال، والابديوسنت اللي هو السكس كرينيال، ماشيين مسار تقريبا متشابه. الاوكيلوموتور نيرف جاي منين؟ انا بس بفكر كمان ان في دي الفيترو بالبيبي سوبيريورز، الاوكيلوموتور جاي من ورا، هيخترق الكافيرنس ساينس، ماشي في اللاترال وول اوف ذا كافيرنس ساينس از موست سوبيريور وان امبيدد ان ذا لاترال وول، يسيب الساينس، يسيب الكافيرنس ساينس اقصد، يدخل منه على السوبر اوربيتال فيشر، ومنه على الكومنت دينس رينج، وهناك هنا بعد ما يعدي الرينج هيتفرع لفرعين اثنين، هيتفرع لسوبيريور ديفيجن، واضح ان هي دي العضلات اللي ماشيه سوبيريور اللي هم الليفيتور بالبيبلي سوبيريوريز والسوبيريور ريكتاس ماسل، والتاني كان انفيريور ديفيجن هيدي العضلات اللي جنبه اللي هم مين؟ واحد هيروح للانفيريور ريكتاس، والتاني هيروح للميديال ريكتاس، والتالت راح للانفيريور اوبليك. يبقى على هذا الاساس كان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ماسلز من السبعة اكسترا اوكيولار ماسلز كانت بتاخد النرفيشن من الاوكيلوموتور نيرف، يتبقى لي عضلة واحدة اللي هي السوبيريور اوبليك تاخد من التروكليال اللي هو الفورس كرينيال، واللاترال ريكتاس هتاخد من الابديوسنت اللي هو السكس كرينيال، اللي هيمشي مباشرة كورس نفس الكورس اللي مشيه الاوكيلوموتور نيرف ويروح للتارجت ماسل مباشرة. طيب لو جينا نعمل مراجعة سريعة للاستراكشرز اللي عدت من السوبيريور اوربيتال فيشر في طريقها الى الاوربت، هنقول الاستراكشر دي فروم لاترال تو ميديال، ليف فري تو سي، نو انسلت اتول، ولا تنسى الفينز، عش حرا كي لا ترى ذلا. ليف اللي هو اللاكريمال برانش او اللاكريمال نيرف، اللاكريمال نيرف ده اللاترال نيرف اللي خارج من الاوفثالميك نيرف، ده بيور سنسوري. اف فري فرونتال نيرف ده اللي هو اكبر سنسوري نيرف خارج من الاوفثالميك نيرف، والاوفثالميك نيرف كله على بعضه سنسوري. تي تروكليار ده الموتور نيرف سبلاي لعضله وحيده في الاوربت اللي هي السوبيريور اوبليك. سي سوبيريور ديفيجن اوف الاوكوموتور اللي كان بيغذي الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس وكان بيغذي معاه السوبيريور ريكتس. ان نيزوسيلياري، نيزوسيلياري ده كان الميديال برانش اوف ذا اوفثالميك نيرف اللي اداني مجموعه الانتيريور اسمويدال والبوستيريور اسمويدال والانفرا تروكليار والاكسترنال والانترنال نيزل واللينجوسيلياري والجانجليونيك. انسلت اي انفيريور ديفيجن اوف اوكلوموتور كان بيغذي الثلاثه اكسترا اوكلو ماسلز اللي تحت اللي هم كانوا الميديال ريكتس والانفيريور ريكتس والانفيريور اوبليك. واخيرا ات اول ات اللي هو ايه؟ ابديوسنت نيرف اللي هو 6 كرينيال نيرف بيدي العضله اللي بتعمل ابدكشن او اللي بتبرنج الاي بول
laterally اللي كان اسمها lateral rectus. ولا يجب أن ننسى أبدا superior and inferior of ophthalmic veins اللي كانوا بيغزوا كانوا بيشتغلوا كتوصيلات من الـ venous circulation of the orbit وبعض أجزاء الفيس مع الكافيرنس ساينس.